أهلا بيكم مشاهدي جريدة الوطن اللي لها مكانة خاصة عندي أنا كعادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية. أنا كنت حابب أن أنا عايز أشرح لكم المنصة الإلكترونية أبشر، وهي أبشر منصة إلكترونية تتبع وزارة الداخلية السعودية متمثلة في الجوازات السعودية. من خلال المنصة دي بقدر أدخل على الحساب بتاعي أو اللينك الخاص بي المسجل برقم هويتي على الجوازات السعودية، من خلالها ممكن أعمل بالمبادرة الجديدة مبادرة إلغاء نظام الكفيل اللي هي تحسين العلاقة التعاقدية، أقدر أعمل خروج وعودة، أقدر أعمل خروج نهائي ليا وللمرافقين. حاليا أقدر أعمل خروج وعودة للمرافقين اللي موجودين معايا سواء الزوجة أو الأولاد. أيضا أقدر أدخل من خلالها أجدد رخصة القيادة، قيادة السيارة، أقدر أدخل على المرور أشوف المخالفات بتاعتي، أسدد المخالفات إن وجدت. وأنا هوري لحضراتكم دلوقتي من خلال الكاميرا جريدة الوطن إزاي نقدر ندخل على منصة أبشر. اتفضلوا معنا أوريكم إزاي بداية، لأن المفروض يبقى كل المصريين الموجودين في المملكة العربية السعودية عندهم هذه المنصة. كده احنا دخلنا على الابليكيشن اللي هو منصة أبشر السعودية الخاصة بالأفراد. لما يدخل على رقم الهوية بتاعتي من خلال باسورد خاص بي أنا، هيجي لي صورتي فوق وهيبدأ يقول لي الخدمات اللي بتقدمها، توصيل الوثائق بالبريد، يقدر يجيب لي الهوية بتاعتي أول ما تتجدد يبعتها لي، وزارة الإسكان لو عايز أي حاجة من وزارة الإسكان، وزارة الحج والعمرة لو عايز أعمل حج أو عمرة، الأحوال المدنية خاصة بالإخوة السعوديين، الجوازات خاصة بينا احنا، والجوازات تشمل حاجات كتيرة جدا، الخروج وعودة، الخروج النهائي زي ما حضراتكم شايفين، المرور بفروع الأمن العام، إدارة شؤون الوافدين، كل ده موجود لدى منصة أبشر. لو هندخل على الجوازات كده، دخلي الرقم الهوية بتاعتي و الاسم بتاعي وتاريخ ميلادي والدولة أنا جنسيتي إيه والحالة الاجتماعية وكل البيانات الخاصة بي، تاريخ دخولي المملكة، أول يوم دخلت فيه المملكة، واسم الشركة اللي أنا موجود فيها، وهل تم التبصيم ولا لا. طبعا قال لي نعم تم التبصيم. بيانات إصدار التأشيرة الخاصة بي، بيانات الهوية تنتهي إمتى، وتأشيرتي لأن أنا موجود في مصر يبقى ليها تأشيرة، بيانات الحج، أحقية الحج مكتوب لي نعم، يعني أنا ليحق لي أن أنا حج، لأن خلال 5 سنوات ليك حجة واحدة علشان التزاحم والحاجات اللي زي كده. في بيانات أخرى خاصة بالتأمين الصحي اللي موجود خاص بي، وبيانات تأشير نهاية وثيقة التأمين الصحي وحالتها، الحالة بتاعتها صالحة، حالة السفر أنا مكتوب خارج المملكة، لو تبصوا تحت خالص هتلاقوها خارج المملكة. دي منصة أبشر اللي كلمت حضراتكم عليها، لذلك أنا بطلب من كل حبايب المصريين اللي موجودين بالمملكة العربية السعودية اللي مش مسجل في أبشر لازم يدخل يسجل في أبشر من خلال المكاين الإلكترونية التابعة للجوازات في أماكن كتيرة جدا في أغلب الأسواق والكبيرة الهايبر اللي موجودة بالمملكة العربية السعودية، موجودة هذه المكينات الإلكترونية التابعة للجوازات السعودية. ادخل سجل أبشر، مهمة جدا وهتفيدك في نظام الجديد اللي هو تحسين العلاقة التعاقدية أو إلغاء الكفيل. ياريت ندخل كلنا نسجل، وأشوفكم على خير دائما ومن تقدم إلى تقدم.